الصورة اللي انتوا شايفينها دي اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي الدنيا كلها بتشوفها. الدنيا كلها ايه؟ بتشوفها، وليها تأثير إيجابي قوي لأنها شكل حضاري جدا. ناس بتتكلم مع بعضها بشكل من غير انفعال ومن غير غضب، مفيش حد بيولع في حد ولا حد بيقتل حد ولا أي شكل من الأشكال اللي تخوف الناس. فالصورة اللي انتوا شايفينها دي انتوا دايما عايزين تحافظوا عليها حتى لو كانت في الملاعب، انك انت عايز تقول للناس اللي موجودة في الدنيا كلها مش ان الامن كويس في مصر، لا، الناس في مصر كويسة،